أهلا بكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. تدخل شركة شاومي الصينية في سباق مع الزمن من أجل تزويد هواتفها بأحدث تحديثات نظام التشغيل من جوجل، حيث أعلنت أن معظم هواتفها الذكية الحديثة التابعة لها ستحصل بشكل رسمي على أندرويد 12 بعد إطلاق أول نسخة تجريبية لنظام تشغيل أندرويد 12 في شهر مايو الماضي. تعمل العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة على التأكد من حصول أجهزتها على نظام التشغيل الجديد والذي سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري. وتعد شاومي من بين أول الشركات التي كشفت عملاقة التقنية الأمريكية جوجل عن اسمها ضمن قائمة العلامات التجارية التي ستكون هواتفها الذكية من أوائل الأجهزة التي ستحصل على نظام تشغيل أندرويد 12. وبدورها شاركت الشركة الصينية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر عن قائمة هواتفها من سلسلة شاومي والريدمي وبوكو التي ستحصل على تحديث أندرويد 12 فور إطلاق الإصدار العام للجمهور بشكل رسمي. الآن مع قائمة هواتف شاومي التي ستحصل على تحديث أندرويد 12. قائمة هواتف شاومي ريدمي التي ستحصل على تحديث أندرويد 12. قائمة هواتف بوكو التي ستحصل على تحديث أندرويد 12. نأتي إلى نهاية الفيديو، ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.